السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نقوم بتقديم درس رقم 5 من جزء الميكانيك بعنوان الوزن والكتلة. بالنسبة لوضعية الانطلاق، وكما تلاحظون في الصورة كتب على كيس من الدقيق العبارة التالية: الوزن الصافي 5 كيلوغرامات. سؤال مطروح، لماذا هذه العبارة غير صحيحة أي خاطئة؟ إذن كتمهيد، نستخدم كثيرا الكلمتين وزن كتلة في حياتنا اليومية وكأنها تعني شيئا واحدا، ولكن في الحقيقة فإن لها معان مختلفة وتعبر عن قيم مختلفة. إذن إن شاء الله في درسنا اليوم سوف نجيب عن 3 تساؤلات، وهي: كيف نميز بين الوزن والكتلة؟ ما هي العلاقة بين الوزن والكتلة؟ وأخيرا، ما هي مميزات وزن جسم؟ إذن الفقرة الأولى: التمييز بين الوزن والكتلة. والسؤال المطروح هو: كيف نميز بين الوزن بي والكتلة ام؟ للإجابة عن هذا السؤال نأخذ جسم كتلته ام تساوي 0.6 كيلوغرامات، وباستعمال جهاز الدينامومتر نقيس شدة وزنه على سطح الأرض على يمين الصورة، ثم نعيد قياس شدة وزنه على سطح القمر على يسار الصورة. بالنسبة للأسئلة المطروحة: ما هو رمز ووحدة الكتلة؟ هل تتغير الكتلة بتغير المكان والارتفاع؟ ما هو رمز ووحدة شدة الوزن؟ وأخيرا، هل تتغير شدة الوزن بتغير المكان والارتفاع؟ إذن كاستنتاج، درسنا في السنة الأولى ثانوي أن كتلة جسم هو مقدار فيزيائي يعبر عن كمية المادة الموجودة في هذا الجسم وتقاس بالميزان، ونرمز للكتلة بالحرف M نسبة لكلمة ماس، والوحدة العالمية هي الكيلوغرام رمزها كاجي. كتلة جسم لا تتغير بتغير المكان والارتفاع، أي أن الكتلة تبقى ثابتة ولا تتغير إذا قمنا بتغيير مكان وارتفاع هذا الجسم. أما وزن جسم هو القوة المقرونة بتأثير الأرض على هذا الجسم، أو تسمى جاذبية الأرض على هذا الجسم، وتقاس بالدينامومتر، ويرمز لشدة الوزن بالحرف B، والوحدة العالمية هي النيوتن بالحرف N. ولكن أعيد، ولكن عكس الكتلة، نلاحظ أن وزن جسم يتغير بتغير المكان والارتفاع، أي إذا قمنا بتغيير مكان وارتفاع جسم معين من مكان إلى آخر، أو قمنا بتغيير ارتفاعه، فسوف نلاحظ تغيير على الشدة أي وزن الجسم. الفقرة الثانية: العلاقة بين الوزن والكتلة. إذن هل هناك علاقة تربط بين شدة الوزن بي والكتلة ام؟ للإجابة على هذا السؤال نقوم بقياس أوزان كتل لأجسام مختلفة بواسطة دينامومتر، ثم نملأ الجدول التالي، حيث نأخذ 4 كتل لأجسام مختلفة S1 و S2 و S3 و S4، وفي كل حالة نقوم بقياس شدة الوزن P، ثم نحسب النسبة P على M. إذن بالنسبة لجدول النتائج، نلاحظ أن شدة الوزن P تتغير كلما غيرنا الكتلة M، ولكن النسبة P
على أم لا تتغير حيث تبقى تقريبا ثابتة وتساوي 10 N على كيلوغرام، أي 10 نيوتن على كيلوغرام. إذن كاستنتاج، تتغير شدة وزن جسم بتغير كتلته، وأن النسبة P على M تبقى تقريبا ثابتة حيث سنرمز لها برمز وبحرف جديد جي، وتسمى شدة التقالة، ونكتب P على M تساوي جي. وكمثال على شدة التقالة على سطح الأرض، جي تساوي 9.8 نيوتن على كيلوغرام. وأن شدة الوزن، وكما تلاحظون أن شدة الوزن تتناسب اضطرادا مع الكتلة، ويمكن كتابة شدة الوزن بكتابة أخرى وبتعبير آخر، بي تساوي ام مضروب في جي، حيث بي هي شدة الوزن ونعبر عنها بنيوتن ان، ام كتلة الجسم ونعبر عنها بالكيلوغرام، جي شدة التقالة ونعبر عنها بنيوتن على الكيلوغرام. إذن كملحوظة، وكما قلنا أن شدة التقالة جي تتغير بتغير المكان والارتفاع، ونأخذ 3 أماكن مختلفة. مثلا على خط استواء، شدة التقالة جي تساوي 9.78 نيوتن على الكيلوغرام. في مدينة الرباط، شدة التقالة جي تساوي 9.80 نيوتن على الكيلوغرام. في القطب الشمالي، شدة التقالة جي تساوي 9.83 نيوتن على الكيلوغرام. وكما تلاحظون أن هذه القيم تقريبا متساوية، ومن أجل تبسيط وتسهيل الحساب في بعض التمارين، نأخذ دائما جي شدة التقالة جي تساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذن كتمرين تطبيقي رقم 1، كتلة صندوق هو 100 كيلوغرام وشدة وزنه 978 نيوتن. إذن السؤال الأول هو: حدد المكان الذي يوجد به هذا الصندوق. إذا علمت أن شدة التقالة بمدينة الدار البيضاء 9.8 نيوتن على الكيلوغرام، بالقطب الشمالي 9.83 نيوتن على الكيلوغرام، ثم بخط الاستواء 9.78 نيوتن على الكيلوغرام. كجواب على هذا السؤال، لدينا P تساوي M مضروب في G، أي أن G تساوي P على M، وبعد التعويض نجد أن G تساوي 9.78 نيوتن على الكيلوغرام، وهذه القيمة تساوي قيمة شدة التقالة بخط الاستواء حسب معطيات التمرين أعلاه. إذن المكان الذي يوجد به هذا الصندوق هو خط الاستواء. سؤال باء: ما كتلة هذا الصندوق عند نقله من الأرض إلى القمر؟ هل جوابك؟ كجواب لهذا السؤال، نحن نعلم أن كتلة جسم لا تتغير إذا غيرنا موضعه أو مكانه، إذن كتلة الصندوق سوف تبقى ثابتة وتساوي 100 كيلوغرام. إذن السؤال جيم: أحسب شدة وزن هذا الصندوق على سطح القمر، حيث شدة التقالة جي تساوي 0.63 نيوتن على كيلوغرام. إذن كجواب، لدينا بي تساوي ام مضروب في جي، نقوم بالتعويض، نجد أن P تساوي 136 نيوتن. رأينا في الدروس السابقة أن كل قوة لها 4 مميزات، إذن وزن جسم له 4 مميزات وهي كالتالي: أولا نقطة التأثير، وهي مركز ثقل الجسم نرمز له بـ
بالحرف جي كبيرة. ثانيا خط التأثير أو الاتجاه، وهو المستقيم الرأسي الذي يمر من نقطة التأثير جي. ثالثا المنحى، ويكون دائما من الأعلى نحو الأسفل. رابعا الشدة، ونحددها بطريقتين. الطريقة الأولى إما بالعلاقة P تساوي M في جي، أو نعلق هذا الجسم حرا في دينامومتر حتى يبقى في توازن تحت تأثير الخيط T مثلا والوزن P. إذا الشدة نقرأها على الدينامومتر. إذا كتمارين تطبيقية رقم 2، نعلق جسما S في دينامومتر فيشير إلى القيمة 9 نيوتن. السؤال الأول، ماذا تعني تمثل القيمة التي يشير إليها الدينامومتر؟ كجواب على السؤال، القيمة التي يشير إليها الدينامومتر هي شدة وزن الجسم S. إذا السؤال رقم 2، حدد مميزات وزن الجسم S. كجواب على السؤال، نعلم أن كل قوة لها 4 مميزات. إذن مميزات وزن الجسم S هي نقطة التأثير، وهي مركز ثقل الجسم، نرمز لها بالحرف G. ثانيا خط التأثير أو الاتجاه، وهو المستقيم الرأسي الذي يمر من النقطة G. ثالثا المنحى، ويكون دائما من الأعلى نحو الأسفل. وأخيرا الشدة، لدينا جهاز الدينامومتر يشير إلى القيمة 9 نيوتن. إذا شدة الوزن P تساوي 9 نيوتن. إذا بالنسبة للسؤال جيم، أحسب كتلة الجسم S علما أن جي تساوي 9.8 نيوتن على الكيلوغرام. إذا كجواب، لدينا التعبير P تساوي M مضروب في G، أي أن M تساوي P على G، وبعد تعويض والحساب نجد أن M تساوي 0.91 كيلوغرام. إذن كتلة الجسم S هي M تساوي 0.91 كيلوغرام. إذا بالنسبة للسؤال رقم 4، باستعمال سلم مناسب مثل وزن الجسم S. إذا نعتبر السلم التالي، كل 3 نيوتن تقابلها أو نمثلها ب 1 سنتيمتر. إذا 9 نيوتن سوف نمثلها ب 3 سنتيمترات. إذا لكي نمثل وزن الجسم، نرسم السهم أو نمثل السهم طوله 3 سنتيمترات من مركز ثقل الجسم جي نحو الأسفل.